ده اللي برضه عايز يعني انا وحضرتك بتتكلم، انا سرحت كده في تفصيله يعني بعيدا عن فكره تلاحم المباريات والبطولات واللي نتج عنها اجهاد كبير جدا لكل اللعيبه الى اخره. لكن لما نيجي نتكلم على منتخب مصر، ليه مش برونق وجوده فترات زمنيه سابقه؟ كان منتخب مصر مش هزار، يخض اسم تقيل وفعل اتقل على ارضيه الملعب. ليه بقينا بقالنا فتره، وعلى فكره حتى من قبل كورونا بقينا يعني جمله زي اللي حضرتك قلتها اللي هو ايه، بنامل بنتمنى بندعي هنفضل نعمل رب كتير. انت فاهم قصدي ايه؟ ما احنا بندعي كده كده في كل الاحوال بندعي عشان ده منتخبنا. لكن ليه التمني لما احنا قادرين؟ هقول لك يا كريم، انا في رايي ان هي بتبقى يعني انا مش طبعا بقول حاجه على لعيبه مصر او الجيل اللي موجود، بس بيبقى في اجيال متفوقه يعني حتى على مستوى الانديه فترات كبيره جدا جدا بيبقى في اجيال جامده جدا فيها لعيبه منورين كلهم كبيره. مش عايز اتحيز طبعا للجيل اللي انا كنت فيه، انما فعلا جيل الثمانينات ده كان طبعاً. جيل بتحس ان الـ الاساسي منتخب مصر، واللي قاعدين بره على الخط منتخب مصر طبعا، وكلهم مواهب وكلهم فرقه. يعني الناس كانت بتقول لك انا بروح اتفرج مش عارف اتفرج على مين او على طبعاً. مين باستثناء طبعا الفترات الاخرانيه، انا راح اتفرج كذا هو اللي ظاهر شويه هو الكذا. فهي بتبقى اجيال منتخب مصر كذلك لانها بتاخد من الانديه طبعا. كذلك برضه يعني مثلا لو اتكلمنا على حتى الاجيال بتاع السبعينات، الجيل بقى بتاع الكابتن خطيب وحسن شحاته والشله الكبيره دي، بس ما كانش عندهم الامكانيات انهم يعملوا مباريات وديه، يسافروا بره يعملوا معسكرات، فكانت الامكانيات بتعوق شويه. غير طبعا الانديه الثانيه بتاع شمال افريقيا قريبين من اوروبا، فكانوا زي تونس مثلا، عشان كده سبقتنا برضو في موضوع كاس العالم في 78 وكده. فهو الجيل ده، بس هي المشكله برضو ان الفترات دي، ما هو انت برضو ده انعكاس للبطوله المحليه. البطوله المحليه ما فيهاش استقرار، جداول بتتغير كل شويه، اجهاد جامد للعيبه، حاجات متلاحمه. طبعا بره مفيش كلام ده يعني هتشوف الدوري الانجليزي بيبقى معروف طبعا الماتش امتى والساعه كام والحكم مين لغايه طبعًا. الاخر البطوله ما تخلص طبعًا. وبيخلص في التوقيت مظبوط، وبيلعبوا بطوله اوروبا وبيلعبوا انما احنا عندنا شويه حاجات كده مصعبه الدنيا علينا. احنا الغد صحيح زي ما حضرتك بتقول، احنا الغد النهارده الدوري لسه خالص ولسه مش عارفين نعمل كاس مصر ولا لا، والسوبر بتاع السنه اللي فاتت والناس خدت اجازه وبدات الدوري بتاعها. فانت عمليه واحنا متكربسين بقى، واحنا متكربسين. ما هو اللعيب برضه ما هو بني ادم عايز يرتاح شويه صحيح. يا اخي زهق يعني، انت فاهم الواحد لما بيروح شغله كل يوم على طول على طول ما بيفصلش خالص لمده كذا شهر، بيبقى رايح مخنوق بيبقى عايز يعني. فهو اللعيب برضه نفس الوضع، الاجهاد وتلاحم الماتشات والمباريات والبطولات هو اللي ادى للنتيجه دي. مفيش منتخب يقعد الفتره دي كلها، وما استغلناش كمان فتره الطاقم بتاع الاجنده اللي فاتت، الاجنده الدوليه ما عملناش يعني كنا ورا بعض من غير اي فواصل، ما عملناش اي حاجه عشان خاطر